عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا هذه النبتة ذات الرائحة الجميلة العطرة الآسرة. هذه النبتة تسمى بنبتة العطرة، وأحيانا تسمى بنبتة العطرية. هذه النبتة ذات رائحة جميلة، يمكن وضعها في الشاي لإضافة طعم طيب له، وكذلك يمكن أن نضيفها إلى الطعام لإضفاء الرائحة الجميلة للطعام. هذه النبتة تحب أشعة الشمس المباشرة غير الحارة، ولا تتحمل الحر الشديد. ارويها بانتظام في الصيف مع تجنب غسل أوراقها بالماء، وفي الشتاء قلل مرات الري وكميات الماء. تتكاثر هذه النبتة بالعقل الساقية بسهولة كبيرة، وأيضا تتكاثر بالعقل الغضة، ويفضل ترك العقل لتجف لمدة يومين قبل أن تزرعها. تتكاثر هذه النبتة من أول الشتاء إلى نهايته. تحتاج إلى تربة خفيفة بحيث يتم تصريف الماء الزائد منها، لأنها لا تحب أن تكون تربتها مشبعة بالماء حيث تتساقط أوراقها وتعفن جذورها. تزهر هذه النبتة في فصل الربيع وفصل الصيف. نبتة العطرة تحتوي على غدد عند قاعدة الوبر الموجود على الورقة، تتشكل فيها الرائحة العطرة الجميلة. فبمجرد هز هذه الأوراق أو قطعها ستصدر رائحة جميلة جدا، وهذه الرائحة منعشة وآسرة. احتياج نبتة العطرة للضوء. توضع العطرة في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو لمكان شبه ظليل يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لجزء من النهار، ولكن يجب عدم تعريضها للشمس الحارة جدا والجو الحار جدا وكذلك الجو عالي الرطوبة، فهي تحب الجو الدافي ولكن ليس الحار جدا، وتفضل قليل من الرطوبة، رطوبة متوسطة وليس رطوبة عالية جدا. بالنسبة لاحتياج النبتة للضوء، كما قلت لكم في الخارج تحتاج إلى أشعة شمس مباشرة خفيفة وليست حارة جدا، لكن عند اقتنائها كنبتة داخلية تحتاج إلى ضوء ساطع، ومن الممكن أن تصبح غير كثيفة الأوراق في الداخل. إذا أصبحت كذلك قم بتقليمها لتصبح كثيفة الأوراق وجميلة. بالنسبة لوقت إزهار النبتة، تزهر من آخر الربيع إلى نهاية فصل الخريف. حاجة العطرة للري بالتفصيل، ولكن باختصار نبتة العطرة تتحمل جفاف التربة، ويجب أن تبقى في لا تبقى في التراب المشبع بالماء. قم بريها عند جفاف تربتها بحوالي 3 سنتيمترات من السطح. العزة لله ولا إله إلا الله. تذكر بأن لا تترك التربة لوقت طويل دون أي ري بعد جفاف سطح تربتها، لأن ذلك يحول الأوراق إلى اللون الأصفر ثم إلى اللون البني ثم تبدأ بالتساقط، لكن ستعود وتنمو مجددا بعد الانتظام بالري لفترة من الوقت. بالنسبة لحاجة النبتة للغذاء، تحتاج نبتة العطرة المزروعة في الأواني الزراعية إلى التسميد أكثر من النبتة المزروعة في الأرض، لذلك قم بتسميدها بسماد مخفف إلى منتصف الكمية المنصوح بها على علبة السماد، وقم بتذويب ذلك السماد بالماء واسقي النبتة به.
التسميد يكون في الربيع والصيف كل شهر مرة واحدة، لأن هذه النبتة لا تحتاج إلى التسميد كثيرا، فغذاء هذه النبتة الرئيسي تستمده من أشعة الشمس، ولا تسمدها أبدا طوال فصل الشتاء. بالنسبة لفائدة التقليم لنبات العطرة، إذا أصبحت نبتتك كبيرة الحجم قم بتقليمها، لأن التقليم سيجعلها نبتة كثيفة وستصبح على شكل شجيرة جميلة المنظر. أفضل وقت لتقليم نبتة العطرة هو فصل الربيع، لأن ذلك سيعطيها وقتا كافيا لتنمو عليها البراعم والزهور. لكن نباتات العطرة الضخمة المكتملة النمو يمكن تقليمها في أي موسم من المواسم، ويمكنك دائما الاحتفاظ بالأجزاء التي قلمتها وإكثارها. يمكنك زراعة هذه النبتة في أواني الزراعة أو في الحديقة على جوانب الممرات أو بجانب سور الحديقة. بالنسبة لإصابات نبتة العطرة، نبتة العطرة نبتة قليلة الإصابات كون رائحتها نفاذة وأوراقها كثيفة، لكن عندما تصاب يمكن أن تصاب بالذبابة البيضاء والمن والعناكب. عند إصابتها قم بشراء المبيد المناسب للإصابة التي أصيبت بها، و قم برشها خارج المنزل ثم أعدها إلى الداخل إذا كانت نبتة داخلية. أما إذا كانت نبتة خارجية قم برشها بالمبيد وهي في الخارج بشكل طبيعي، مع أخذك للإحتياطات حتى لا تتأثر صحتك بالمبيدات. هذا كل ما لدي عن نبتة العطرة. في فيديو قادم إن شاء الله سوف أشرح لكم وأبين لكم كيفية إكثار هذه النبتة بالعقل الغضة والعقل العادية. سأريكم ما هي العقل الغضة وما هي العقل العادية إن شاء الله. أرجو أن أكون قد أفدتكم بمعلومات أو بجزء بسيط عن نبتة العطرة. شكرا لكم، إلى لقاء جديد في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.